آه يا ماري الجميلة، بسبب هذه الأفعى ماتت قبل أن تقابل ابنها. هل تظنين أنني لا أعاقب من يفرط بأرواح الأبرياء يا آيغول؟ أحرقت الكثير من الأرواح، وكانت ستجعل الإخوة أعداء. لقد ظلمت الكثيرين، مهما فعلنا بها قليل. العدو يقف أمامك ويسحب سيفه، لكن أمثالها يلتفون كالأفعى حول عنقك. حتى الموت سيكون قليلاً عليها. إنها كالعقرب وكالأفعى، لكن لن أكون سيلجان إن لم أجعل الدماء التي في عروقها تنزف من فمها ومن أنفها كالسيل. هل تسمح لنا سيدي؟ ادخلا. هل تعرفان لما استدعيتكما؟ أعمال السادة سرية سيد عثمان، من الواضح أن الأمر مهم. مهم أجل، بالتأكيد مهم. إن من حاول قتل أمي هو الشخص ذاته الذي هاجم شيخي. ومن قتل السيد أمور والسيد إيفاز كانت نيتهم هدم الجبال التي أرتكز عليها. ما أعرفه أنا، أنا من قتل السيدة أومور هم المغول سيدي. لم يقتله المغول، بل هو شخص آخر. من قتلتهم كانوا المغول، ومن قتلوا السيدة أومور. قل بمن تشك أنت يا سيد عثمان. سيد باركين، أنا رأيت في الدولة شياطين برداء الأبطال والكثير من العلماء الخونة، فلا يغرنك الظاهر. الشيطان يجعلك تعرف فقط ما يريدك أن تعرف. بمن تفكر سيد عثمان؟ من الذي تشك به؟ نيكولا، يبدو أن هذا من عمله، لكن سنعرف بالتأكيد. لن نتحرك بكلمة من جيخاتو. سأذهب إلى المكان الذي استشهد به أمور.
لن تشكي بي بعد الآن يا سيلجان. سوف أجعلك تدفعين أضعاف آلامي هذا. كورنيليا ابنتي الجميلة. أمي سيلجان. ابنتي القوية الجميلة، ابنتي ذات القلب الشجاع. ضحيت بنفسك كي تنقذيني يا ابنتي الشجاعة الجميلة. من بعد الآن أنت ابنتي، أعلمي هذا. وأنت غالية عندي جدا أم سيلجان. انظري، حضرت لك هذا الشراب بيدي يا ابنتي. ليكن شفاءً لك كورنيليا، سيجعلك تنهضين بسرعة. ستحاسبين على الدماء التي سفكتها. شكراً أمي، إنه لذيذ جداً. بالعافية يا ابنتي الجميلة، ليكن شفاءً، اشربي. سأرى جثث الجنود الذين قتلهم باركن في ساحة المعركة. قد يكون لباس هذا العدو لباساً مغولياً، لكنه شيء آخر. حسناً سيدي، ليكن كما قلت. إذن لنذهب إلى هناك. ستظهر الحقيقة غداً. سننير هذه البقعة المظلمة. الإذن لكما. كان الله في عونك سيد عثمان.